أثار أول فيديو غنائي لهنا ابنة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب جدلاً واسعاً بين المتابعين بعد أن تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وأبدى عدد كبير من الناشطين إعجابهم بالفيديو فتفاعلوا معه وتداولوه على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. وظهرت الطفلة في الفيديو الذي تم تصويره داخل منزل شيرين عبد الوهاب أمام مايكروفون محترف، وعلى الأرض تظهر صورة كبيرة لوالدتها وهي تغني باللغة الإنجليزية بصوت جميل وعذب، وقدمت المقطع بانسجام تام مع كلمات الأغنية. وقد لاقى المقطع استحسان العديد من متابعي النجمة المصرية، وأجمع عدد كبير منهم على موهبة الفتاة وعذوبة صوتها وتمكنها من الغناء بدون أخطاء. وأبدى أحد المتابعين رغبته بأن تشارك هناء مع والدتها الغناء في إحدى أغنياتها، وبدأ عدد من متابعي النجمة المصرية المقارنة بين شيرين وابنتها هناء، وهي الابنة الثانية لشيرين من زوجها السابق الموزع الموسيقي محمد مصطفى، مؤكدين أنها تشبهها شكلاً وصوتاً. وكانت الأضواء سابقاً تتجه صوب شقيقتها الكبرى مريم، خاصة وأن الأخيرة كانت الأكثر ظهوراً برفقة شيرين، ولكن هنا نجحت في خطف الأضواء بأكثر من مناسبة مؤخراً بفضل موهبتها وعذوبة صوتها. وطرحت شيرين أغنية جديدة احتفالاً ببداية عام 2021 بعنوان أرض الجمال، كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع أمير سمير وإيهاب سمير. وفي وقت سابق نشرت الفنانة شيرين عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام فيديو لابنتها مريم، حظي على إعجاب متابعيها، وظهرت مريم به وهي تؤدي وصلة تعبيرية على أغنية والدتها زمان، إذ علقت شيرين قائلة أميرتي. وحظي الفيديو على إعجاب آلاف المتابعين الذين تداولوا المقطع عبر حساباتهم على السوشيال ميديا.